طيب يعني اولا يعني انا مدركه احساسك، انت عايشه مع فنانه كبيره يعني اولا ليها جمهور وليها تاريخ وليها اغاني، فشويه بتبقي حاسه ان انت عايزه تساليها وشويه بتبقي عايزه تثبتي لها وتفاجئيها. بالظبط اكيد ده بيحصل يعني. بيحصل، وهي يعني ساعات تبقى بتقولي مثلا الاغنيه دي لا وشويه بتبقي استني خايفه منها انه ايه يا ترى هتقول ايه يعني. بالظبط بالظبط، انا ببقى بعمل مثلا العرب او الحركه وبعدين ببص لها كده اللي هو طب ماشي ولا لا؟ هتعجبك ولا لا. ايوه بالظبط، بس يعني هي يعني بتدعمني جدا، حتى لما بتصلح لي ما بتبقاش يعني بشكل، لا يعني بتديني التكنيك وبتديني الدعم في نفس الوقت. لما بتغني اغانيها بتعلق تقول ايه؟ لا مش كده، لا استني، طب عيديها تاني، لا بصي اسمعي كويس، بس دي حلوه، يعني على حسب بقى الشغل، يعني يعني بتاخد بالها طبعا من كل تفصيله، لان هي تتعامل حاجه بقى كفنانه ولا ماما؟ والله ولا الاثنين؟ الاثنين في بعض، هو ميكس غريب كده بيبقى عباره عن الاثنين مع بعض يعني. مشتاقه جدا والناس اكيد مشتاقه يسمعوا صوتك، هنغني ايه؟ نغني يا للي يا للي يا للي. يا للي، حلوه غناها منير و بالظبط، انا من الاغاني اللي بحبها جدا جدا. يلا بينا. قال العينا بفتحوا ده العاشق اللي